السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاليا مثل ما كنتم شايفين عم يتم بناء بيت العزاء للشهداء الستة اللي سقطوا في بلدة القرقور. عصابات الأسد استهدفت بيت، استهدفت خيمة فيها ست أطفال وقتلتهم بدم بارد. حتى في أشلاء أطفال ما نوجدوا نهائيا. اليوم النظام المجرم بالرغم أنه بيعرف هون في مدنيين، في أطفال، في نساء، في عائلات مضطرة تعيش في هذه المنطقة لحتى تأمن قوت يومها، تستهدفهم عصابات الأسد وبيستشهدوا ست أطفال في بلدة قرقور اليوم. حسب الله ونعم الوكيل، نسأل الله الرحمة للشهداء، نسأل الله الصبر لأهلهم. حالي صعب اليوم عم يعيشوها أهالي بلدة قرقور بشكل عام وأهالي الضحايا بشكل خاص. اليوم صعب كتير، تتخيل أنه ثلاث أطفال من عائلة وحدة، في طفل قريب لألون، وفي أطفال من جيرانهم بيستشهدوا في مكان واحد في قذيفة وحدة من قذائف الغدر اللي دائما بتنطلق من عصابات الأسد والميليشيات الطائفية.